هي أنا مبارك الربيع الماسوري. إحساس دخول المسرح في مرحلة 18 تعتبر نجومية. دخولي أول مرة للمسرح طبعا لازم يكون فيه ارتباك وفيه رهبة، بس المنكوس نوع من أنواع اللحون اللي إذا شليتها تعيش الجو معه. فأنا من وقفت عند الميكروفون شليت المنكوس نسيت الارتباك، نسيت الرهبة، نسيت العالم كله. طبعا شعوري يوم قالوا أني تأهلت من لجنة التحكيم شعور متنومس، واللي يفكر في المراحل المتقدمة إن شاء الله. النجومية وأضواء الشهرة هذه أعتبرها ورث، لأن أنا من قبل أبوي الله يرحمه مبارك الماسوري مشى في هذا المجال واشتهر من شعر المليون، فتكملة مسيرة هذه تسمى. ردود فعل ناسي وربعي متنومسين ومستانسين ويتمنون لي إن شاء الله التوفيق في المراحل المتقدمة. رسالة إلى جمهوري، ترقبوا إن شاء الله أدائي بيض الوجه وإبداع في المسرح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع، وصلوا على النبي. أنا كيف يا حالي وما برقى الوسام إله، أنا تجر الحنين وتالي الصوت هجراعي، شعاع غاشي من جار صوته وسد به شد وباه بعيدين الاصناعي. صح بوحك يا نهيان، واكيد متحمس تتعرف على اراء لجنه التحكيم في ادائك الليله، ونبدا بالاستاذ محمد تفضل. صح صوتك يا نهيان. صح بدنك، بيض الله وجهك. وجهك اديت اللحن المطلوب، وكان الدخول فيه بعض خلل بسيط في الانضباطية، ولكن سرعان ما تجاوزته. ويعجبني اختيارك لطبقة صوتك اللي تناسبك على اللحن، يعني لو أخفت الصوت ولا رفعته فوق الصوت اللي قدمته ما راح ينضبط معك، فكان الصوت جميل، وأنت الأمال عليك كبيرة صراحة، أنك من الشباب اللي قدموا من المرحلة الأولى أداء مميز. أتمنى لك التوفيق نهيان وإلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد. أستاذ السيد، هل أنت راضي عن أداء الليلة؟ نعم أنا راضي. نهيان صوته جميل وأدى اللحن بشكل يعني متقن. طريقة الأداء عنده، اختياره للأبيات، طول النفس، قوة الصوت. بيض الله وجهك يا نهيان.
ما قصرت. ولكن يعجبنا إذا 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 بتعطينا شيء من من غير المنكوس. أبشر. سلام. هذا موال للمرحوم الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا لا لي واللي يلحم وله يغنيها سلامي من شاعر مياه عالمية اختار للحفل مولة شامية والبث عبر القناة الفضائية واللي يلحم وله يغنيها سلامتكم. صح صوتك يا نهيان وشكرا لك استاذ سعيد. تفضل استاذ شايع. انا اشوف انك طلبتي على صوت نهيان مره صراحه يعني ما شاء الله. طيب نهيان الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. قبل اتكلم عن ادائك انا احب اشير لشغله معينه موجوده في نهيان. شخصيه نهيان قدام الميكروفون شخصيه يعني تؤكد للي يسمعه ان الشخص واثق من نفسه، عنده ثقه في نفسه، وهذا شيء مهم في الاداء ان الشخص يقيمك قدامك يشوف انك واثق من نفسك وانك تترك الامور اللي تاثر على الاداء يعني بعيده جدا. بالنسبه لادائك يا نهيان طبعا مثل ما قال ابو حمد دخولك بس في البيت الاول كان فيه شوي يعني ركاكه لكن هذا شيء طبيعي بحكم ان 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 يعني اخذت راحتك في البيت الثاني وبديت تسيطر على اللحن بشكل عام. اللحن الى نسبه تقريبا 90% كان قريب من اللحن وهذا الشيء المطلوب. ادائك جميل، ثقتك في نفسك ممتازه جدا. دائم يعني نهيان حضور غير حضور الاخرين من غير قصور فيهم. من ناحيه الثقه في النفس والتجرد من المؤثرات الخارجيه كلها. نهيان الامال عليك كبيره. انا تمنيت يوم طلب منك ابو سيف شيء تاديه غير منكوس، جبت لنا شيء من تراث الامارات اللي احنا كلنا نفخر به ونعتز به ونحبه. فيه من الموروث الجميل اللي هنا نطلب له ونحاول احنا نسمعه. فعلى كل حال ما ابغى اطلع عن التقييم، بيض الله وجهك يا نهيان وبفالك التوفيق ان شاء الله. انا متاكد باذن الله ان حضورك هذا باذن الله راح يقدمك اذا الله كتب لك التوفيق ان شاء الله في الحلقات القادمه الى مراحل متقدمه. شكرا يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ شايع وكل شكر لكم اساتذتنا والارائكم اللي بالتاكيد تطور اداء النجوم وتدفعهم للافضل وبالتوفيق ان شاء الله يا نهيان.